يا با عبد الله رق قلبي قالت إن كان هذا شفاك فقد اجتفيت أجل والله لقد اجتفت أصلي وقطعت فرعي وإن كان هذا شفاك فقد اشتفيت أنا لو ينشر الموت اشتريت أنا مشيت درب الماء مشيت وذباح أخوتي رافقيت شتم والدي وانكر وصيت. هذه زينب يا أبي وأمي. أنا أشعر مرة تقعد على قبر الحسين وتشكيل ومرة أخرى تروح القمر بني هاشم يقول لأخويا من تلي جبتني وبيدك يا أخويا ركبتني والله بس ما غمت عني وعفتني عقبك بني مية ولتني وبصياط الزجر ورمتني عباس تسمع زينب أن تدعوك من لي يا حماي إذا العدا هضمني يا الله. إخواني مجلس الإمام الحسين كقبة الإمام الحسين يستجاب فيه الدعاء يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاضل بحق فاضل اللهم صل على الدين وحفي عبد الله الحسين سائر اصحاب المواقف والقدم جميع العاملين من اجل الله عز وجل اللهم تقبل من الجميع احسن قبوله اللهم اخذ عليهم باحسن الخلل اللهم اسجد وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
من لهذا الأمر الشريف جزاه الله خير الجزاء. هو المحرم إلى نهاية صبره ويكون الأشياء على أبي عبد الله وهو يتحدث إلى أمواته وأمواته على الإيمان علماء الأبرار على الإسلام خدمت أبي عبد الله في الشيخ إبراهيم بلغ الله الحميد ثوابا.